شيرين العبد مصرية من مواليد طنطا ونشأت في القاهرة، وبنت المرحوم عبد الحميد العبد. أبويا كان له أثر كبير في حياتي، كان راجل وطني جدا، ولذلك هو بس الحكاية دي فيا. فأنا بقالي هنا أكتر في أمريكا أكتر من 50 سنة، لكن مصر معايا كل يوم في حياتي. يعني من ضمن الأحلام بتاعتي أني أخدم مصر خارج مصر. كنت المدير التنفيذي بتاع الغرفة التجارية المصرية الأمريكية. دي أيام الانفتاح الاقتصادي بتاع أنور السادات الله يرحمه. بالنسبة لأمريكا، أول حاجة انتخبت كرئيسة جمعية السيدات الحزب الجمهوري في ولاية نيوجيرسي. طول عمري جمهورية يعني. طول عمري جمهورية. كنت متوقعة في الانتخابات انه ترامب هو اللي هيكسب؟ لا، ما كنتش متوقعة. انا كنت كل يوم حتى في التصفيات الاولية اقول خلاص دي نهايته، دي نهايته، دي نهايته، دي نهايته. بس بقف تاني، بتوقف تاني على الجوفرنر جيستي، وانا شايفه ليكوا يعني علاقه مخصوصه شويه. والله انا بعزه جدا جدا، عندي ولاء جامد. زي ما عندي ولاء جامد لمصر، عندي ولاء جامد لامريكا.